قوم بسم الله. مين هو كوكس البابا الحقيقي اللي عزيز القزم بيشبهه؟ هو بلوجر تركي سماه جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي كوكس البابا، لكن اسمه الحقيقي بكتش أغلو. بيعمل فيديوهات كوميدية وطريفة على السوشيال ميديا، والجمهور حبه جدا وتعلق بيه لأن دمه خفيف، وخاصة مع استغلاله لمشكلته الصحية بشكل إيجابي طريف، فبقت الصورة كاملة مضحكة وظريفة جدا. كوكس البابا بيعاني من مرض التقزم أو نقص هرمون النمو، والمرض ده مأثر على طوله وشكله، مخليه أقصر شوية وحجمه صغير مقارنة بالحجم الطبيعي لأي إنسان في سنه. وبمناسبة السن، كوكس البابا حجمه صغير لكنه عنده 46 سنة، وده ممكن ما يبانش عليه. كوكس البابا عنده أكتر من 3 مليون متابع على إنستجرام، بيحبوه وبيتابعوا فيديوهاته الطريفة اللي بينزلها، وأكتر من 3 مليون على تيك توك، وأكتر من مليون على يوتيوب. كوكسل بيتابعه ناس من كل أنحاء العالم، مش من تركيا بس، لأ ده كمان وصل مصر، وكان طلع ترند لما جزرنا في القاهرة وشرفنا كام يوم. ومن كتر حب الجماهير فيه، الجمهور عملوا ستيكر كرد فعل بإيموشنز مختلفة لكل وأي موقف، فقلما تلاقي شات يخلو من ستيكر لكوكسل بابا، وللسبب ده لقب بملك للستيكر. كوكسل كمان لقب بالفكاهي سريع الغضب، وده لأنه دمه خفيف لكنه بيتعصب بسرعة من أي حاجة. خلوني أقول لكم إن كوكسل دخل عالم السوشيال ميديا في 2015، وكانت بدايته لما نشر فيديو طريف ليه بسيط خالص ومن حياته اليومية الطبيعية، واتفاعل وقتها معاه كل الجماهير لإعجابهم بالفيديو، خاصة لما نزل فيديو خناقة ليه مع راجل ضخم جدا وكوكسل صغنن جدا، فكان في اختلاف في الحجم ما بينهم مثير للضحك بالنسبة للجماهير، وده وصل الفيديو لستة مليون مشاهدة في وقت قصير. ورغم مرض كوكسل إلا إنه احترف الملاكمة وقدر يفوز ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لمدة 3 سنين على التوالي، لكن اعتزل الملاكمة في 2010، وسبق وأهداه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عربية حمراء بتشتغل بالبطارية. أما عن ممتلكات كوكسل، فكوكسل عنده مطعم في مدينة طرابزون، والمشترك بين كوكسل بابا وكوكسل بابا العرب هو مرض التقزم ونقص هرمون النمو، وده مخلي في بينهم تشابه كبير في الشكل والطول والمواصفات، لدرجة إن جماهير السوشيال ميديا كانوا بيتلخبطوا ما بينهم أحياناً. التقزم هو عيب خلقي نادر بيحصل بسبب نقص هرمون النمو عند الشخص المصاب بيه، وبالتالي بيعاني من ضعف البنية ومشكلات صحية كتيرة، وغير إن المرض صعب وله أعراض متعبة، كمان هو بيصنف ضمن الأمراض المزمنة اللي ملهاش علاج تماماً، وحتى الأدوية والعلاجات الموجودة ليه بتساعد المريض بس على إنه يتعايش ويتكيف ويكمل حياته بشكل مؤقت. مرض التقزم كمان ليه مضاعفات صعبة، مع الوقت بيسبب مرض التقزم صداع شديد وألم في المفاصل وتورم الإيدين والرجلين وضعف في الرؤية وانحناء العمود الفقري.